مساء الخير واهلا بكل جماهير نادي الزمالك في كل مكان. حلقتنا النهارده طبعا هتكون عن الزمالك، ولكن زمالك 2024، المشروع الكبير اللي بيشتغل عليه حاليا مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه طبعا كابتن حسين لبيب. اداره النادي حاليا بتشتغل فعلا على فكره ان انت يبقى عندك مشروع كبير للزمالك في 2024. المشروع ده فيه عده محاور اساسيه، في جهد، في شغل كبير بيتم في الكواليس، منه المعلن ومنه الغير معلن. وأول محاور أو أهم أهداف زمالك 2024 إن هيكون في معسكر منتظر الشهر الجاي في الإمارات. ولكن في أخبار جميلة جدا ظهرت في الساعات الأخيرة، وهي خوض الزمالك دورة ودية تانية قد يشارك فيها أندية كبيرة جدا زي أهلي جدة السعودي وزي الرجاء المغربي زي يوهان الصيني. الزمالك زي ما احنا عارفين هيلعب بطولة ودية وهيبدأ مشواره فيها بمواجهة الوحدة، ثم هيلتقي مع الفائز من أم صلال القطري والاتفاق. ودي بنتكلم في بطولات ودية مهمة جدا جدا في الوقت الحالي. طيب الجماهير الزمالكاوية في الإمارات ضروري جدا، وأنا واثق إن هم هيكونوا موجودين، وهيكونوا موجودين كمان يعني كاملين العدد في المباراة أو في الماتشين. وسمعنا كلنا تصريحات طبعا كابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، واللي تصدر اللي كانت بتقول يعني تصدر الزمالك إعلانات البطولة نجمنا شيكابالا، هو يبقى ملك الأفيش في البطولة. بصراحة بقى رغم إن هي بطولات او دورات وديه، ولكن انا بشوفها فرصه ذهبيه، فرصه كبيره جدا جدا للزمالك. لازم كلنا نشيد ونشكر جهد مجلس اداره نادي الزمالك على هذا المجهود المبذول في الفتره الاخيره او في الاونه الاخيره، علشان فكره اقامه معسكر ناجح ان شاء الله يكون يعني في الامارات. ده انا شايفاها اول فتره اعداد حقيقيه للزمالك في اخر 5 سنين. عشان كده شايفه ان اللي بيحصل دلوقتي داخل نادي الزمالك هو شغل بيحصل باحترافيه كبيره جدا داخل النادي بالذات في الملف ده. وعشان كده بقول ان بناء على ايه؟ عليه طبعا انت اعتذرت عن كاس الرابطه وقررت ان انت تقيم معسكر خارج مصر، وشايفاه من الحاجات المفيده جدا، مفيده للفريق ومفيده للجهاز الفني، مفيده لاحتكاك الفريق بمدارس اخرى. فان شاء الله يبقى هذا البطولات الودية وهذا المعسكر يكون ناجح جدا بإذن الله.